وسبت بعد ثلاث عشان كده سنين يعني بعد ثلاث سنين حولت اعلام وفات عليا ثلاث سنين من عمري، مش علشان كده يعني، علشان اكيد انا حابب حاجه زي كده يعني. ف يعني بدات وانا حابب ان انا اوصل من خلال الحاجه دي لحاجه تانية يعني، اكيد مش يعني مش هو ده اخر حلم اكيد. اي الحاجه، الحاجه دي اولا انا في اعلام اكيد. أيوة مش داخل عايز توصل من خلال الاعلام لايه؟ من خلال الاعلام اولا انا يعني برضو زي ما تقول ماشي في سكه التمثيل، فانا زي ما تقول لي مثلا يعني مثلا مثلك الاعلى مين، فاقدر اقول لك مثال اتنين مثلا اللي هو يعني فنان شامل، ما اقدرش اقول لك انا مذيع بس او ممثل بس او يوتيوبر بس. طب الاول نخلينا فنان وبعدين يبقى فنان شامل بقى. ها؟ ايوه الفنان الشامل ده اللي هو بيغني وبيرقص وبي كل حاجه بيرقص. لا لا بيرقص دي بقى ربنا معايا يعني. طيب بدات يبقى ليك فولورز وكده الحمد لله، وامل نفس الحكايه الحمد لله. قد ايه تقريبا يعني؟ يعني على اليوتيوب فوق المليون، على الانستجرام 1,400,000، على التيك توك فوق الاتنين مليون. فوق الاتنين مليون عندكم دخل شهري بقى؟ في حدود يعني. لا يعني مليون جنيه، 500,000 جنيه، 100,000 جنيه، بتحكي ليه؟ ما اقدرش اقول لك. كتير قوي ايه؟ لا انت حضرتك بتقول مليون او نص مليون، لا ده كده اوفر قوي على فكره. طب ايه الصح؟ يعني تحت كده بكتير كمان، مش عايز، مفيش ضرايب. لا هي مش ضرايب بس يعني. امال ايه يعني؟ 100,000 مثلا؟ لا استعينوا في شهر ممكن نكون بنشتغل على نفسنا كتير قوي. فالربح بتاع الشهر بتاعنا مثلا بيبقى عالي، زي مثلا هو عالي شويه في شهر كام؟ لا 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 مش هعرف احدد قوي، بس هو مش لدرجه 100,000. طيب اسمعيني، يعني انتوا الاثنين المخطوب مكاتبين كتاب وهتتجوزوا ان شاء الله. ان شاء الله. هل من الممكن ان شغلكم انتوا الاثنين على التيك توك يفتح البيت؟ لا مش من على التيك توك. لا هو التيك توك مش بيجيب فلوس عامه. انا بتكلم من على اليوتيوب. عشان كده السؤال. من على السوشيال ميديا؟ بلاش على السوشيال ميديا. هل من الممكن يفتح بيت؟ يعني ممكن نجيب شقه ونفرشها ونصرف على البيت؟ بس يعني علشان تتفادى الاخطاء اللي بتحصل، وعلشان يبقى في فرق بينك وبين اللي قبلك واللي بعدك، لا اما تبقى تتشهر وتبقى مميز بحاجه حلوه، لا اما تتشهر وتبقى مميز بحاجات سيئه، والحاجات السيئه ما فيش شهر شهرين وبنلاقي اماكنهم معروفه يعني. فمجرد ان انت تستمر فوق السنه وما فيش واحد طلع انتقدك في اي حاجه، ده معناه اولا شهاده لنفسك انت ليك حاجات هنشوفها يا جماعه، مش كده؟ ليه حاجات. هطلع قبل ما اطلع فاصل في كلمه واحده يا امل، هو ليه البنات اللي بتقبض عليها الولاد ما بتقبضش عليهم ليه؟ لا مش عارفه صراحه، مش عارفه. بس هي ممكن البنات اكتر لانها هي اللي بتبقى اوفر في لبسها، بتبقى ملفته جدا للناس. اوفر مش في لبسها قصدك؟ في كل حاجة. مش في لبسها في كل حاجة. طيب نشوف ايه الحكايه بقى، انت لخصت المساله ازاي استاذ ابو سيد عبد الرؤوف الخبير التربويه، بعد هذا الفاصل من فضلك. اتفضل.